صباح الخير إبراهيم وسارة، صباح الخير أيضا لكافة السادة المشاهدين. طبعا اليوم نطل عليكم من خلال هذا الصباح في روضة البراعم والتي تستقبل الأطفال لتقويم ألسنتهم وأيضا زيادة توعيتهم وثقافتهم وتقوية ذاكرتهم بكتاب الله جل وعلا منذ سن الرابعة أو الأربع سنوات حتى ما قبل الروضة، ومن ثم أيضا يتم بناءه حتى وصوله إلى الصف الابتدائي الأول، ومن ثم أيضا يتخرج إلى المدرسة. اليوم نتحدث طبعا عن أشبال قاعد أشوفهم جنبي من يمين ومن يسار، أيضا البعض منهم يقرأ قرآن وبترتيل وبتجويد، والآخر أيضا يستطيع أن يخرج مخارج الحروف وهو أيضا لم يبلغ حتى سن الروضة. دعوني أتحدث في هذا الموضوع بشكل مفصل وأكثر مع ضيفي وهو الأستاذ عطالله الجروان، والذي يعتبر هو مدير العلاقات والإعلام في جمعية روضة البراعم التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن. حياك الله أستاذ عطالله وصباحك خير. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم في روضة البراعم الثانية في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعنيزة. طبعا بداية أشكر زملائي في قناة الإخبارية على هذا الحضور. أريد أن أقدم للمستمع الكريم والمشاهد الكريم سرد سريع عن الجمعية. جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعنيزة أسست عام 1405 على يد فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يرحمه الله وثلة طيبة من أهل عنيزة. بدأت بحلقة قرآن واحدة، ثم على مدى 37 عام الآن تشرف الجمعية على أكثر من 350 حلقة للبنين والبنات، تتوزع في 11 مجمعا للبنين و22 دار للنساء. أيضا الجمعية لديها معهدين، معهد الإمام ابن الجزري لتدريب وتأهيل المعلمين معلمين القرآن الكريم، وكذلك معهد منير حسن النعيم لتأهيل معلمات القرآن الكريم. أيضا نشرف على مركز حسن النعيم لعلوم القرآن. في عام 1422 انبثقت فكرة إنشاء روضات للصغار ما قبل المدرسة. طبعا هذا المشروع يعتبر من المشاريع الرائدة في المحافظة. أنشئت أول روضة في عام 1422، روضة البراعم الأولى، تشرف عليها وزارة التعليم. نطبق فيها منهج التبيان، ومنهج التبيان كما هو معروف هو أهم منهج لتعليم الحروف وتعليم قراءة القرآن الكريم. لدينا روضة البراعم الأولى، ثم في عام 1433 افتتحنا روضة البراعم الثانية التي الآن نحن نتحدث منها، وفي عام 1440 افتتحنا دار الأثير للبراعم وهي تستقبل الأطفال من سن 4 سنوات. طبعا منهج التبيان يركز على تعليم الحروف العربية تعليما صحيحا نطقا وقراءة وكتابة، ثم ننتقل إلى الأهم وهو القرآن الكريم. جميل. طيب غالبا كم يخرج يعني الطالب من روضة البراعم، كم يحفظ من تقريبا جزء من القرآن؟ في الغالب روضة البراعم الأولى والثانية يكون أتم حفظ ما مجموعه تقريبا إلى 15 إلى 20 سورة من القرآن الكريم من الصور القصار، وأحيانا يتم حفظ جزء كامل ولله الحمد، وكذلك دار الأثير يتم فيها حفظ ما يقارب النصف جزء، وأحيانا بعض الطلاب يحفظون الجزء، بالإضافة إلى إجادة الحروف، إجادة تامة قراءة وكتابة قبل الدخول المدرسة. تتميز روضات البراعم في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعنيزة بأن لدينا طواقم معلمات مدربات على منهج التبيان، تدريب كامل وكفاءات عالية، وإدارة نسائية مستقلة. طبعا التعليم في ظل الجائحة يكون عن بعد، نحن الآن في هذه الروضة كنموذج، وتعليم الأطفال الآن يتم عن بعد ساعتين يوميا. جميل جدا، عمل جبار وموفقين إن شاء الله. الله يحفظكم. أنا ودي أخذ إبراهيم وسارة طبعا مع الشباب والأشبال اللي موجودين هنا، خلينا نبدأ طبعا يقول لك السيدات أولا، ها خلينا ناخذ مع السيده. يا اهلا وسهلا فيك، صباح الخير. شو اسمك؟ نوره. نوره بنت مين؟ شو اسم بابا؟ عبد العزيز. طيب تقرين لي قران تحفظين؟ طيب يلا سمعيني، يبي يشوفونك المشاهدين. اعطينا قريش ولا إلهي فقريش إلهي محلة الشتاء والصيف، وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف.
ما شاء الله عليك يا نورة. طيب كم عمرك أنت؟ 6. 6 سنوات، ما شاء الله تبارك الله. أيضا ننتقل للشبل الموجود هنا اللي راح يأخذنا طبعا في التبيان أو منهج التبيان المتخذ من قبل إدارة التعليم، وراح ينطق لنا الحروف بالشكل الصحيح. كيف حالك وش اسمك؟ حاكم أحمد الصولي. ونعم يا دحوم. طيب دحومي أبسألك، تبي تقرأ أول شيء؟ اقرأ يلا بسم الله. أخذ ما شاء الله ذا لا ذا لا ذا لا ما شاء الله ب لا ب لا جا ب لا جا ما شاء الله عليك. طيب حبيبي كم عمرك؟ 5 سنوات ونص. ما شاء الله عليك، إن شاء الله وش بتصير لك برد؟ وصل طبيب. الله يوفقك وأحلى طبيب بالدنيا. أوكي حبيبي. إذن أيضا إبراهيم وسارة خلنا نشوف طبعا الشبل اللي هنا، مساك الله بالخير، كيف حالك؟ طيب. كم عمرك؟ 5 ونص. وش اسمك؟ سيد أحمد الحارثي. ودك تقرأ لنا قرآن؟ إيه. يلا سمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام مسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ما شاء الله تبارك الله. أيضا حناخذ إن شاء الله طبعا آخر سيدة موجودة عندنا، بدينا في السيدات وننتهي في السيدات، يلا حيها وصباحك خير، شو اسمك؟ هلا عبد الله القضيبي. ونعم يا هلا، سمعينا قرآن؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. يا سلام عليك، ما شاء الله تبارك الله. إذن إبراهيم وسارة كما شاهدنا طبعا هؤلاء الأشبال سواء من بنات أو حتى أولاد، هم يعني يحفظون القرآن وأيضا يتعلمون على مخارج الحروف الصحيحة ويقوون أيضا ذاكرتهم من خلال حفظهم القرآن، إضافة إلى أيضا ثقافتهم وعملية أيضا الاتصال التي يتواصلون فيها مع أيضا الشباب الذين يدرسون معهم، في ظل أنهم حتى لم يبلغوا أحيانا سن الروضة، ومن ثم أيضا يتم تأهيلهم إلى المرحلة الابتدائية، ويقال طبعا لصاحب القرآن وهو الآن في النشأ اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، وأعتقد أنه هذه هي الثمرة الأولى والأفضل والأجمل في هذه الحياة. ما شاء الله، العافية وما شاء الله تبارك الله، جولة ممتعة سعيد، شكرا الله لك. الله يحفظهم ويحميهم يا رب. آمين يا رب، الله يحفظهم.